السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سعيد بتواصلي معكم مجددا، وأشكر جميع الزملاء والأصدقاء وأيضا المشتركين الحاليين والمشتركين المحتملين الجدد. نواصل مواضعنا في مادة تنظيم قضائي، وسنعرض في حصتنا هذه مبدأ استقلال القضاء، وهو مبدأ من المبادئ المتعلقة بالنظام القضائي. بعدما قلنا أن القاضي هو عضو ديال القانون، شخص ديال القانون العام، هو بالتالي مقيد بمبادئ أساسية لا يجوز تجاهلها أو إغفالها. فمبدأ استقلال القضاء هو تبسط الدولة يدها على أقاليمها وتفرض سيادتها في كل الدول الحديثة بواسطة صورة ثلاث، كل تعمل في مجالها ولا تتعدى حدود اختصاصاتها لتتطاول على اختصاصات غيرها، عملا بمبدأ فصل السلط التي تحث عليه كل الدساتير في العالم. ومبدأ فصل السلط لا يعني عدم التعاون بين السلطة الثلاث، بل هو مجرد نوع من توزيع وتقسيم العمل فيما بينها، يقوم على أساس احترام كل سلطة لاختصاصات غيرها. فلا ينبغي للسلطة القضائية أن تتدخل في اختصاصات السلطة التشريعية، ولا لهذه الأخيرة أن تتدخل في شؤون الأولى، وهكذا. ويعد مبدأ استقلال القضاء تطبيقا عمليا لمبدأ فصل السلطات ينص الدستور، فقد جاء في الفصل 82 من الدستور المغربي: القضاء مستقل عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية. ويترتب على ذلك أن السلطة التشريعية ليس لها أن تتولى عمل القضاة نيابة عن السلطة القضائية، وذلك بالفصل في المنازعات وإصدار الأحكام فيما يثور بين الخصوم. فعمل السلطة التشريعية يقتصر على سن القواعد القانونية المجردة دون التقيد بكل حالة بعينها، في حين ينحصر عمل السلطة القضائية في تطبيق القانون وفرض أحكامه بهدف إنهاء النزاع القائم حماية لحقوق أشخاص والمحافظة عليها. فالقاضي لا يضع حلولا عامة على أحكامه، لأنه يتعامل مع وقائع محفوظة على أنظاره بالكيفية التي تلائم كل واقعة، ليقرر لها خلال أو حلا خاصا لا ينطبق على غيرها من الحالات ولو كانت شبيهة ثم الفصل فيها. وعلى هذا ليس للسلطة القضائية أن تقضي بعرض عليها من منازعات بأوامر عامة أو لائحية تفرض على الجميع، بل عليها أن تتقيد بوظيفتها الرئيسية الممثلة في فض الخصومات وإنهاء هذه المنازعات أيضا الموقوعة إليها أو المعروضة عليها، دون أن تتجاوز حدود اختصاصاتها بما يتضمن الاعتداء على اختصاص السلطة التشريعية المرتبطة بسن القوانين. ومع ذلك، فقد أثار مبدأ استقلال القضاء مناقشات حادة حول حق القضاء في رقابة دستورية القوانين، حيث رفض جانب من الفقه الاعتراف للقضاء بممارسة هذه الرقابة على اعتبار أنه تدخلا سافرا في اختصاصات السلطة التشريعية، وهو ما يتناقض مع مبدأ فصل السلطات المعمول به دستوريا. هذا عن استقلال السلطة القضائية عن السلطة التشريعية. أما فيما يخص استقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية، فيقصد به كذلك أيضا أننا في مسار تدخل الإدارة في أعمال القضاء بالعمل، أو مجرد محاولة العمل على عرقلة العمل القضائي كتعطيل الأحكام أو عرقلة تنفيذها، إذ لا يجوز للإدارة بطبيعة الحال، عفوا، لا يجوز للإدارة
أو لأي شخص من أشخاصها مهما على شأنه أو مركزه، ولو كان وزير العدل أو حتى رئيس الدولة، أن يتدخل لعرقلة نشاط السلطة القضائية والتطاول على اختصاصاتها خارج ما يقرره له الدستور. كما يلتزم القضاء عدم التدخل في شؤون السلطة التنفيذية، بيد أن مبدأ استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية لم يحلها هو الآخر من بعض الصعوبات التي أثارها هذا المبدأ بالنسبة لرقابة القضاء على شرعية أعمال الإدارة. فإلغاء القرارات الإدارية كان من اختصاص الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى قبل إحداث المحاكم الإدارية. أما الآن وبعد ظهور 10 سبتمبر 1993 الذي أحدث المحاكم الإدارية، فقد أصبح كل نزاع مع الإدارة، وهو يتعلق بإلغاء القرارات الإدارية من اختصاص القضاء الإداري، عمل بنص المادة 8 من الظهير الأعلى. وهذا لا يعني تدخل القضاء في شؤون الإدارة، بل هو نوع من الرقابة القضائية على أعمال الإدارة، ليس إلا فقط. والمحكمة من استقلال القضاء عن السلطتين التشريعيين والتنفيذيين هو تحرير القاضي من الخضوع للتأثير أي منهما. أيضا يجب أن نشير إلى أن دعما لمبدأ استقلال القضاء هو منح المشرع القضاء حصانة ضد العزل أو النقل إلا بمقتضى القانون الأساسي أو رجال القضاء. ومن مظاهر هذا الاستقلال تعيين القضاة بظهائر شريفة باقتراح من المجلس الأعلى للقضاء، حسب ما ينص عليه الفصل 84 من دستور 1996. ومن مظاهره كذلك خضوعهم لنظام خاص يهمهم بعيدا عن نظام الوظيفة العامة الذي يخضع له كل موظف الدولة. إذا بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية أو ختام العرض. بطبيعة الحال أشكر جميع الزملاء والأصدقاء وأيضا المشاركين الحاليين والمشاركين المحتملين الجدد، وأضرب لكم موعدا لاحقا إن شاء الله، وبالتوفيق والنجاح.